البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة في دورته الثانية بمشاركة 37 من الشباب وشابات ومن 31 دولة بالتعاون مع الشرطة الجنائية الانتربول. برنامج طموح في دورته الثانية بمحاور حقيقة مميزة اليوم تتحدث عن المرونة وأهميتها في العمل الشرطي في كل مجالات الشرطة من خلال وجود أنظمة ذكية، وهذا يدل على أيضا استشراف المستقبل وأيضا وضع خطط وبرامج للعمل أثناء الأزمات والكوارث. احنا فخورين بهذا الملتقى، فخورين بحقيقة استمراره أيضا في دورته الثانية ونجاحه، شاكرين دولة الإمارات وقيادة شرطة دبي على الاهتمام في برنامج القيادات الشاملة.